تم تحرير. تقول ملامح هذا الكهل المأربي الأسمر بأنه قد بلغ 70 من عمره، لكن روح الإصرار وجسارة الاقتحام التي يتمتع بها كغيره من قادة الجيش الوطني تبديه بحيوية وحماسة محارب شاب، وهي روح يستمدها قادة التحرير من مسؤوليتهم وإيمانهم بضرورة هزيمة الانقلاب ومشروع الإمامة وحتمية الانتصار للدولة ونظامها الجمهوري. اللواء الركن مفرح بحيبح، قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 ميكا، القائد العسكري والشيخ القبلي الذي قاد انتصارات الجيش الوطني وتقدماته على مساحة تقدر ب 200 كيلومتر ابتداء من حريب مأرب مرورا ببيحان شبوة ونعمان البيضاء ووصولا إلى هذا الوادي الواقع في أحشاء جبال فضحة، الجبال التي على قممها العالية ألحق الجيش هزيمة موجعة للميليشيا الحوثية الانقلابية الموالية لإيران، وقد لادت بالفرار تاركة خلفها جثث قتلاها، بينما يبدأ الجيش الوطني تنفيذ خطة تقدم مفتوحة يستعيد فيها مناطق جديدة. في أحد أيام عيد الإضحى المبارك أصر اللواء الركن مفرح على دخول هذا الوادي الذي كان قد سقط لتوه، فيما يحاول العقيد محمد سيف قائد الكتيبة الخامسة التابعة للواء 26 ميكا وأفراد الجيش المقاتلين الذين سطروا البطولات على قمم الجبال إقناع قائدهم مفرح بحيبح بالتراجع عن السير أكثر داخل أحشاء الوادي الذي زرعه الحوثيون بالألغام والعبوات الناسفة، كما زرعوا الجبال التي تطوق هذا الوادي من كل جانب. مشهد يتكرر على نحو يومي بين الجنود والقادة في مختلف الجبهات وعلى امتداد خارطة التحرير، غير أنها تحدث هنا بين غبار المعارك وبعيدا عن الشاشات وعدسات الكاميرا، وهي مشاهد بطولية تمنح اليمنيين أملا بالانتصار على أيدي هؤلاء جنود وقادة الجيش الوطني الذين يشكلون روح اليمني وحراس كرامتها.